ماريا سراج الدين، مؤطرة بفضاء متعدد الوظائف للنساء بأربعاء العونات، ورئيسة تعاونية فلاحية لتسمين منتوجات المجالية. بحكم أننا فضاء متعدد الوظائف وعندنا للنساء، وكيجيو شخص حالات صعبة كثيرة، يعني متنوعة، ماشي صعبة غير المطلقة ولا الأرملة ولا المعنفة، راه كاين اللي عندها راجلها وخدام طالب معاش وما كيقدهاش المصروف، ولا خدام في طاكسي عندو ولادو باغي يقرا، عندو السوايع، عندو الكرا، عندو الماء، الضو، خاصها تعاونو. وكيجيو ملي انا مؤطره كيجيو كيتعلموا عندي، كنشجعهم باش يخدموا، كنقول لهم اشنو الفرق بينكم وبين موظفه، راه غير تعلمي ان شاء الله تتي هاد الحرفه غادي تولي تدخلي مصروف. وفعلا حيت كنديروا الراندا، طرز الرباطي، الفصاله والخياطه، كاين التدبير المنزلي. ملي كيتعلموا المستفيدات كنبدا انا كنحاول باش نجيب لهم واحد الخدمات باش نشجعهم حتى يولفوا. ملي كيولفوا انها عندها مصروف جيبها هي انطلاقا من نفسها، ما كتبقاش قادره تجلس في الدار.